عندنا شجرة المهارات تحمل مهارات لغوية كثيرة تعلمناها بالدروس السابقة ومهارة جديدة تعلمناها اليوم. راح نسأل تلاميذنا بالكلمات اللي تحمل هاي المهارات اللي تعلموها والمهارة الجديدة. ميار أقرينا الكلمة مقاطع. أحسنتم. أقري الكلمة مقاطع. أحسنتم. فراس وأنيس أسماء لو أفعال؟ أسماء. نعم أحسن. زين أقري لي هالمقطع. سن. شنو نوع التنوين عليه؟ تنوين الضم. ممتاز أحسنت. تفضل ماما. ميار ماما نكمل مهاراتنا على الشجرة. أقري لي الكلمة. يار سو مو. نعم أقري لي هالكلمة. يقرأ. نعم يرسموا ويقرأوا، شو نقول عليهم أسماء لو أفعال؟ أفعال. نعم أفعال. زين عندنا بكلمة أنيس أكو نوع من الهمزة تعلمناها، شنو اسم هاي الهمزة؟ همزة قطع. تأتي أول الكلام. وشنو بعد؟ نكتبها ونقرأها. نعم أحسنتوا. زين هاي الهمزة اللي صارت بالأخير شنو نسميها؟ همزة متطرفة. نعم أحسن. وين تصير؟ كلمة. زين نشوف هنكتبت هاي الهمزة على الألف، لأن شنو قلنا يسبقها؟ حرف فتحة حرف مفتوح. نعم أحسن. مهاراتنا ميار قري لها الكلمة. أين. أين شنو قلنا عليها؟ أداة. أداة سؤال. عن المكان. عن من سئلت؟ عن سلام. زين هاي شنو قلنا عليها؟ علامة استفهام. نعم أحسنتم. مهاراتنا ميار أقري. في. في شنو قلنا عليه؟ حرف جر. شو يسوي حرف الجر؟ يجر الأسماء بعده بمن؟ بالكسرة. نعم أحسنتي. زين أكو نوع من الهمزة هنا شنو قلنا عليها؟ همزة توصل. شو تسوي؟ توصل كلام أول للأخير. بالأخير. زين خلينا نشوف شلون نقراها. نعم أحسن. تصفيق عالي الميار. عافية بطلك.